سيد مهندس، يعني ممكن في البداية أن تشرح لنا ما هي الاستراتيجية دبي للطاقة الشمسية 2050 ودور الديوان في تحقيق هذه الاستراتيجية؟ نعم، تعتبر ديوة شريك رسمي ورئيسي لمؤتمر الأطراف كوب 28، نعم، وتعمل هيئة ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن أبرز المشاريع اللي تنفذها الهيئة هو مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي ستصل قدرته الإنتاجية 5000 ميجا وات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. ويعتبر المجمع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية من المجمع ما يفوق 2600 ميجا وات، التي تعادل ما يقارب 16% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، وتعتبر هذه جميعها من مصادر طاقة نظيفة. وتم الإعلان عن المرحلة السادسة لمشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجا وات، وهذا يعتبر أكبر مرحلة في المجمع، وسيتم الانتهاء من أعماله في عام 2026 بإذن الله.